السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هنعمل ايس كاب بغرزة الياسمين. كنت عملت فيديو لغرزة الياسمين على القناة، اللي لسه ما عرفهاش. غرزة جميلة قوي، بتبقى حلوة قوي في الايس كاب والكوفيات او الشال، غرزة مميزة يعني. طيب عشان تعملي الايس كاب في طريقتين، في طريقة ان هو كله يبقى غرزة الياسمين، وطريقة تانية ان انت بتعملي الجزء اللي من قدام اللي هو القمر او اللي هو غرزة الريبنج، اللي بتبقى زي الاستك، بنضيفها ليه بعد ما نخلص الايس كاب. تمام. عشان تعملي الايس كاب بتجيبي المزورة وتقيسي حوالين دوران الراس بتاعت الشخص اللي انت عايزة تعملي له. انا طلع معايا 48 سنتي. هعمل ايه؟ هفضل اشتغل غرز اللي هنعملها مع بعض دلوقتي لحد ما اوصل للطول بتاعي. طيب عملت عودة البداية. طبعا انت بتستخدمي الابرة الرقم المناسب للخيط. انا بستخدم خيط اليز بيركي امباتيك اللي هو الملون، وابرة 4.5. اول حاجة هرتفع 4 سلاسل، 1 2 3 4. تمام. هنلف لفة على الإبرة وهنيجي على أول سلسلة احنا ارتفعناها، وهنعمل غرزة ايه؟ بف. ان انا بسحب وارفع ايدي كده والف لفة تاني وادخل واسحب، ادي رقم 2. تالت مرة يبقى معايا 3 لفات. الخيط بتاعك لو سميك بتقللي عدد اللفات، لو الخيط رفيع بتلفي ممكن 3 لفات او 4 حسب سمك الخيط. هلف لفة على الابرة واطلع من اللفات دي كلها بالشكل ده، واخد حلقة عليهم سلسلة، واروح مرتفعة 1 2 3، والف لفة على الابرة. السلسلة اللي احنا قفلنا عليها على البف دي بندخل فيها ونعمل غرزة بف تاني، 1 2 3، ونطلع منهم كلهم وناخد سلسلة، ونرجع نرتفع 1 2 3، ونلف لفة على الإبرة وندخل في السلسلة اللي احنا قفلنا عليها بيها ونسحب. ادي 1 ادي 2 ادي 3، ونطلع من 3 لفات وناخد سلسلة، وهكذا. هتفضلي ماشية بالطريقة دي كده لحد ما تقيسي بالمزورة وتلاقي وصلتي للطول بتاعك. تقيسي البفات ديت لحد ما توصلي للطول بتاعك. انا هوصل لطول 48 وارجع لكم. انا وصلت للطول بتاعي اهو، عملت عدد من البفات. هنبدأ بقى نقفلهم مع بعض. فهمشي كده، نجيب اول غرزة بف عملناها وندخل فين اهو، في السلسلة الاولى دي كده، ونسحب بمنزلقة. تمام. احنا كده قفلناها. هنبدأ بقى نرتفع 1 2 3، ونعمل غرزة بف فين؟ في نفس المكان ده اللي احنا قفلنا فيه اهو، 1 2 3. دي ايه بقى؟ دي بداية سطر جديد، فلازم هنعلمها بالماركر عشان ما نتلخبطش احنا بنيجي نقفل. يبقى السلسلة دي اول سطر التاني، بس قبل ما نقفلها هرتفع 1 2 3 اهو، نجيب الماركر ونحطه فين اهو. ماشي. طيب انا قبل ما اقفلها هشتغل بقى غرزة الياسمين. بتتكون عندي من ايه؟ من 3 غرز للبف، بس مش هقفلهم. مش احنا بنقفل كل واحدة بسلسلة، لا، انا هدخل فوق اللي انا شكلتها دي واسحب. ادي 1 ادي 2 ادي 3، صح؟ قبل ما انسى نحط كده الماركر عشان دي بداية السطر الجديد. انا مش هقفل، انا هلف في لفة وهروح فين؟ عند الفراغ التاني اهو بتاع غرزة البف التانية، وادخل 1 2 3. ادي كده تاني
غرزة بف، هلف لفة اروح عند الفراغ اللي بعده، هي بتتشكل معايا من 3 غرزة بف، 1 2 3 بس كده، واسحب واطلع منهم كلهم مرة واحدة اهو، واقفل عليهم بسلسلة كده. دي اتكونت عندي نص غرزة الياسمين، السطر اللي جاي هتبقى كاملة. هنعمل ايه؟ هرتفع مكاني، 1 2 3. المكان اللي بنرتفع منه لازم نبدأ منه بغرزة بف، ادي 1 ادي 2 ادي 3، والف لفة على الابرة وهروح فين؟ اهو الفراغ ده ادخل فيه، 1 2 3، مش هقفل، الف لف واروح على اللي بعده ده، 1 2 3، واطلع منهم كلهم مرة واحدة، واقفل عليهم بسلسلة، تمام. طبعا قلنا شكلها مش هيبان الا في السطر الجاي، وارتفع تاني، 1 2 3، نفس الشغل تكرار. هعمل ايه؟ هعمل غرزة بف ومش هقفلها هنا، وبعدين اعمل واحدة هنا، وبعدين اعمل واحدة هنا، واقفلهم كلهم مع بعض اهو. اعملها مرة كمان معاكم، 1 2 3، هلف لفة واروح على الفراغ دوت، 1 2 3، والف لفة واروح على الفراغ دوت اهو، 1 2 3، يبقى معايا كام؟ 3 بفات على الإبرة. أسحب الخيط وأطلع منهم كلهم وراح أقفل عليهم بسلسلة أهو. تعلمي بداية السطر، إن احنا هنقفل هنا ونرتفع سطر جديد، نرتفع تاني ومكاننا، 1 2 3 سلاسل، ونبدأ نعمل اللي احنا عملناه تاني، غرزة بف مش مقفولة هنا، وبعدين هنا هو واحدة، وهنا يبقوا 3، نطلع منهم كلهم مع بعض. هفضل ماشية كده لحد ما اخلص السطر واجي اقفله معاكم. هستخدم معاكم اخر غرزة في قفلة السطر، هعمل غرزة بف هنا مكان ما خلصت، 1 2 3، وهاجي في المكان ده وهعمل برضو تاني غرزة بف. احنا المفروض بنعمل 3 غرز من البفات، لا اخر السطر هنعمل غرزتين بس، وبعدين هنيجي على المكان اللي احنا بنقفل فيه اهو اللي فيه الماركر، ونسحب الخيط، وبعدين نسحبه من الايه، من غرزتين البف بتوعنا، ونقفل عليهم بسلسلة، نشيل الماركر خلاص. طيب مكاننا كده هنرتفع، 1 2 3، ماشي، ونعمل غرزة بف مكان في الحلقة اللي طلعنا منها، 1 2 3. دي طبعا الارتفاع السطر الجديد، فبنقفلها مش بن ايه مش بنكمل، وناخد سلسلة. السلسلة دي بقى هي ايه؟ بداية السطر الجديد، تمام. بعد كده بنعمل ايه؟ بنرتفع 3 سلاسل ونرجع جنب الماركر كده، وبنعمل ايه؟ غرزة بف، 1 2 3، بس ما بنقفلهاش، ننزل تحت هنا اهو، وناخد 1 2 3، ونروح للبف دي، 1 2 3، ونسحب منهم هم 3 كلهم، ونقفل بسلسلة. وتكملي الشغل بالطريقة دي، ترتفعي 3 سلاسل وتعملي غرزة بف هنا مش مقفولة، وواحدة معاها هنا، والتالتة، وهكذا. وتنسيش تعلمي بعد ما ترتفعي بالغرزة اللي هي بتتقفل لوحدها، تعلمي الماركر فيها. هسيب لكم في نهاية الفيديو جدول للمقاسات، الطول ومحيط الراس لجميع الأعمار. أنا هفضل ماشية كده بغرزة الياسمين لحد ما أوصل لحد 15 سنتي، لأن غرزة الريبنج اللي بتبقى من قدام دي بتبقى 6 سنتي، وطول الأيس كاب كله 21.5، فهرتفع 15 سنتي بالغرزة وأرجع أكمل معاكم. انا حبايبي وصلت للطول بتاعي المناسب اللي انا عايزاه، اللي هو زي ما قلت لكم 15 سنتي. طيب ايه اللي هيحصل بعد كده؟
هاجي بس اقفل منزلقة اهو. هاجي هنا في الفراغ ده وراح قافله بمنزلقه، تمام اهو. واخد سلسله تثبيت واشد الخيط. اي بقى ابره تنظيف عندك، سواء بلاستيك او بتاع دوت المونيا، مفيش مشكله، استلس قصدي معلش. هندخل كده ابره التنظيف عشان نلم الجزء اللي من فوق دوت. يعني احنا هنلمه بطريقة عادية عشوائية. احنا عندنا هنا اهو بصوا الـ3 سلاسل اللي احنا كنا بنرتفعهم اهو، عاملين لنا فراغ. 3 سلاسل اللي احنا كنا بنرتفعهم في كل غرز باف، هندخل كده نلم الايه اهو، اكنك بتدككي كده وتشدي اهو. ماشي الطريقة دي اهو، ما بين سلاسل الارتفاع، الـ3 سلاسل اللي احنا كنا بناخدهم بنرتفعهم في كل غرزة بف اهو. تعملي جزء وتلمي الايه الايس كاب معاكي، تمام بالشكل ده. ماشي انا هكمل الجزء ده وارجع لكم نثبتها مع بعض، ونرجع نعمل الجزء اللي هو تحت اللي هو عبارة عن غرز اللي هو غرزة الريبنج او الاستيك اللي بيبقى ماسك الطاقية من تحت. انا حبايبي بصوا قلبته على الظهر وفضلت بطريقة عشوائية كده افضل ادخل في الخيط واثبت بغرز عادية خالص، وبعدين قلبته على العدلة ونبدأ بقى نظبطه. نبدأ نظبطه مع بعض، ثواني بس على الكاميرا اهو. طبعا عايزة تحطي هنا كورة بومبوم مفيش مشكلة، ممكن تشتريها جاهزة او بالخيط. طيب بالنسبة هننضف ده بعدين. بالنسبة للجزء اللي هو اللي تحت ده هنعمل فيه ايه؟ بصوا بصوا بركزوا معايا في الحتة دي، في جزئية في فراغ اهو اللي هو بيبقى بتاع السلسلة اللي بنقفل بيها، وفي فراغ بيكون بتاع الـ3 سلاسل. احنا ندخل كده ونسحب الخيط ونرتفع 1 2 3، شد الخيط بتاعنا كويس. طيب هنعمل جنب في نفس الفراغ عمود تاني بلفة اهو. نيجي هنا الفراغ اللي بين البفين ونعمل عمود تالت. ها هنيجي هنا بصوا ثواني. بتاع 3 سلاسل بس اظهره لكم، نعمل فيه 2، يبقى مكان السلاسل الارتفاع اللي احنا كنا بنعملها هنعمل عمودين، انما هنا كده هنعمل عمود واحد، بحيث ان احنا نملى الجزئية دي بالاعمدة عشان نعرف نشتغل عليها. ده سطر اساس ماشي اهو. بصوا سلاسل الارتفاع اهي قدامي، اهي اهي هي دي، بدخل تحتها واعمل ايه 2 عمود سوري اهو، 2 عمود بلفة تحت سلاسل الارتفاع. انما ما بين البف والبف هنعمل عمود واحد، تمام. هنفضل ماشيين بالشكل ده اهو. تاني سلاسل الارتفاع اهي، دي سلاسل الارتفاع، بنزل تحتها اهي واعمل ايه 2 عمود بلفة اهو. اما هنا بين البف والبف بعمل عمود واحد
خلاص اتفقنا، لحد ما نملى الجزئية دي بالأعمدة وارجع لكم تاني. انا حبيبي خلصت السطر، هقفل بمنزلقة في اول عمود اهو بالشكل ده كده. المفروض بقى ان احنا نبدأ الغرزة بتاعتنا، بس انا هغير الابرة، انا كنت شغالة باربعة ونص فهشتغل بابرة تلاتة ونص، لو عندك اربعة يبقى افضل. تمام. طيب هنعمل ايه؟ هرتفع سلسلتين وانزل اخد اول عمود ده امامي، ان انا اخليه كده على الابرة واروح سحبه وطالع عاملة عمود عادي، اجي على اللي بعديه كده ارجع من وراه واخليه هو على الابرة من ورا واروح لفة وعاملة عمود بلف اهو، عمود امامي وعمود خلفي، تاني عمود امامي اهو، باخد العمود كده خليه فوق الابرة واروح سحبه الخيط وعاملة عمود عادي حلقتين وحلقتين، الخلفي ارجع له من ورا خلي الابرة هي اللي عليه اهو، واروح سحب الخيط واعمل عمود خلفي، الامامي تاني اهو بالشكل ده، والخلفي بجيبه من ورا كده اهو. طيب هنفضل ماشيين كده، عمود امامي عمود خلفي عمود امامي عمود خلفي لحد ما نخلص السطر. انا حبيبي خلصت السطر، اخر عمود خلفي وانا بدأ بامامي، اروح داخله كده في الغرزة بتاعت الامامي وعاملة منزلقة، هرتفع سلسلتين. السطر ده بقى هنعمل ايه؟ الامامي هنعمل عليه امامي، الخلفي هنشتغل عليه خلفي، وناخد السلسلتين بتوع الارتفاع دول معانا اهو، ناخدهم مع العمود الامامي ونطلع نعمل عمود امامي. طب اللي بعده ده خلفي من ورا، نرجع ناخده كده بصوا من ورا اهو، نسحبه خلفي، اللي بعده امامي ناخده امامي اهو، اللي بعده خلفي نرجع ناخده خلفي اهو، امامي وهكذا. هنفضل شغالين بالشكل ده، نرتفع سلسلتين ونعمل على الامامي امامي والخلفي خلفي لحد ما نوصل لطول 6 سنتي، لان انا عايزة الايس كاب طوله كله 21 ونص، فهفضل ارتفع بسطور الريبنج دي لحد ما اوصل الارتفاع بتاعي. زي ما قلت لكم ممكن تحطي له زرار، يا اما كره الفرو دي، يا اما جاهزه يا اما تعمليها، هسيب لكم اللينك بتاعها في الوصف بتاع الفيديو خلاص، وهسيب لكم جدول المقاسات برضو في نهايه الفيديو.